صح، تعالوا نروح بما طبعا النهارده التمرين الاخيره لمباراه بكره ان شاء الله امام سموحه، مباراه مهمه جدا. تعالوا نروح للنادي الاهلي، زميلنا محمد توفيق موجود هناك وحضر الجزء الاول من المران، نطمن منه على اكرم وعلى تطورات اصابته، ونطمن منه كمان على الفريق واستعداداته لمواجهه سموحه بكره ان شاء الله. يا محمد مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا محمد. بدايه عايز اعرف لو في عندك جديد في من خلال متابعتك لحالة أكرم توفيق، إيه حاجة آخر حاجة وصلنا لها؟ يعني تأكيدا لكلامك يا احمد، وعشان كل المشاهدين يكونوا في الصوره وبمنتهى الامانه، اكرم حالا دلوقتي وانا معاك على الهواء بيجري اشعه رنين مغناطيسي على الركبه اليسرى. طبعا هي الاصابه الاولى كانت في ركبته اليمنى، ولكن هذه المره الاصابه في ركبته اليسرى، وهو حالا دلوقتي وانا معاك على الهواء بيجري اشعه رنين مغناطيسي لبيان مدى اصابته. دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اكد لي، قال لي مفيش اي معلومه عندي انا شخصيا، يعني عايز لو اخفيك سرا ان المدير الفني نفسه يعني بيقول، يعني الناس كلها دي عرفت منين اصابه اكرم وانا المدير الفني للفريق لسه لغايه دلوقتي ما اعرفش اصابته ايه. يعني الراجل مستغرب جدا ان هو لسه هو بنفسه ما عرفش اصابه اكرم ايه، في حين ان كل الناس بتتكلم في كل الوسائل الاعلاميه عن اصابه اكرم. فالى الان وحالا دلوقتي وانا معاك اكرم بيجري يعني اشعه رنين مغناطيسي لمدى بيان اصابته، وباذن الله تكون يعني بنتمنى وبندعي كلها ربنا انها تكون باذن الله اخف الاضرار او اخف الاصابات. عايز اطمنك بقى على الفريق كله بشكل عام، حالا دلوقتي وانا معاك الفريق بيختتم خلاص ميرانو بالتقسيمه، وهي اخر فقرات المران. يمكن قبل المران كان في محاضره مطوله للجهاز الفني، يمكن على مدار احمد الايام الماضيه كلها كان في محاضرات كثيره جدا نظرا لاهميه هذه المرحله من الموسم. الجهاز الفني بيتكلم مع اللاعبين سواء محاضرات فيديو لبيان الاخطاء او خطط الفرق المنافسه، وكمان محاضرات في الملعب عن اهميه هذه المرحله. يمكن التدريب ابتدى ببعض الفقرات البدنيه، ومن بعدها كمان بعض التدريبات بالكره والخطط ان شاء الله والجمل الفنيه اللي هيتم تطبيقها في مباراه غدا باذن الله امام سموحه في اطار مباراه الجوله التاسعه على استاد الاهلي وفي السلام باذن الله اللي هيبتدي فيه تمام السابعه مساء. حالة اللاعبين كلها أكثر من رائعة سواء بدنية أو فنية، طبعا باستثناء غياب أكرم توفيق، كمان غياب طاهر محمد طاهر اللي بيؤدي برنامجه التأهيلي والعلاجي بشكل أكثر من رائع، وكمان بيرسي تاو شغال بشكل كبير جدا وأكثر من رائع في برنامجه التأهيلي، وبإذن الله يكونوا قريبا جدا مع الفريق، وبإذن الله كمان يعني خلال ساعات قليلة جدا نطمن على أكرم، وبإذن الله يكون زي ما بنقول أقل الأضرار، وبإذن الله يكون معافى وموجود مع فريقه في أقرب وقت ممكن بإذن الله يا أحمد. كل اجواء هنا رائعه، يتبقى فقط يعني زي ما بنقول استعداد اخيره، وكل دعوات جمهور النادي الاهلي الاكرم اولا نطمن عليه، وكمان للفريق بكره باذن الله، وتحقيق 3 نقاط جديده باذن الله يكونوا دفع الفريق فيما هو قادم من مباراه باذن الله. يعني باستثناء اكرم وباستثناء بيرسي تاو وباستثناء طاهر، قائمه الفريق كلها يعني لاعبي الفريق كلهم شاركوا في تمرينه النهارده يا محمد. بالفعل يا احمد كل الفريق الحمد لله كل الفريق موجود، كمان يعني زي ما بنشوف على مدار الايام الماضيه كان عمار حمدي موجود في التدريبات، طبعا يعني دخوله لقاءات من المباراه او مشاركته طبعا ده يرجع للجهاز الفني، ولكن زي ما قلت لك باستثناء هذه الـ3 اصابات كل اللاعبين موجودين، طبعا حراس المرمى محمد الشناوي علي لطفي ومصطفى شوبير، وكمان يعني في ظل سياسه كمان مدرب الحراس والجهاز الفني النادي الاهلي وان كل على طول في موجود يعني عناصر جديده من قطاع الناشئين بتشارك في تمرين الفريق الاول عشان يكتسبوا الخبره من الحراس الكبار. موجود النهارده لاول مره حارس ناشئ من مواليد 2006 عمر كامل موجود النهارده بيشارك مع اللاعبين الكبار في المران، زي ما قلت لك باستثناء هؤلاء اللاعبين كمان مصطفى سعد ميسي يمكن موجود وبيشارك بالجري حول الملعب ان شاء الله برده قريبا جدا يكون مع الفريق، وزي ما قلت لك يمكن الناس كلها اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت كانت بعيده شويه، محمد عبد المنعم طبعا كان غايب على المباراه اللي فاتت للايقاف، وكمان كان في كدمه خفيفه لكن الحمد لله موجود في المران بيشارك بشكل تام. كل اللاعبين زي ما قلت لك في حالتهم الفنيه والبدنيه اكثر من رائعه، طبعا اختيار قائمه المباراه طبعا ده راجع للجهاز الفني، ان شاء الله كل اللاعبين اللي يختارهم يكونوا موفقين، وباذن الله يكون النادي الاهلي بكره موفق وان شاء الله زي ما قلت لك يضيف 3 نقاط جديده، خاصه يا احمد مع تلاحم المباراه انت بتتكلم لحد بكره سموحه، يوم الاربعاء سيراميك كليوباترا، يوم الاثنين اللي بعده على طول بيراميدز، ففي ضغط المباريات ومباريات كتيره جدا فتره قليله، ان شاء الله يكون التوفيق معانا وان شاء الله نحرز العالم كامله من خلال هذه المباراه. طبعا ماتش مهم، كل الماتشات اللي جايه مهمه جدا لغايه لما